جزاكم الله خيرا. تقول: هل هذا حديث ما أو وما معناه أحرج عليكم حق اليتيم والمرأة؟ نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أحرجوا حق الضعيفين، نعم، اليتيم والمرأة. يعني والتحريج معناه المنع والتأثيم، نعم، وذلك يدل على عدم ظلم اليتيم وظلم المرأة، لأنهما ضعيفان لا يدافعان عن حقهما. نعم.